السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يعني أفضل حاجة يأكلها الإنسان إن يشتغل ويأكل من عمل إيده. ودي نصيحة مني ليكم يا أولاد ويا بنات، أحلى رزق ربنا يكرمكم بيه وأحلى لقمة تاكلوها لما تشتغلوا كده شغلة أيا كانت. إن شاء الله مثلا ماما أنا هساعدك في البيت، البنات يعني هروق البيت واظبط كل حاجه، بس ليه 50 جنيه؟ زي ما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول وعليكم دوسه السلام. في السعوديه 50 ريال مثلا، يعني ظبط لك اللي انت عايزاه واديك حق الشغلانه. يا سلام بقى ما تاخد انت فلوس دي من ماما، تنزل بقى تجيب شوكولاتات وشمسيات وتدلع نفسك وحركات وتبقى فرحان قوي ان انت يعني عملت شغل وخدت الفلوس في ايدك الشغلة ده. الصراحه جميله سبحان الله. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم داود سيدنا داود كان يأكل من عمل يده. طب مين الشطور اللي يعرف سيدنا داود كان بيشتغل بيعمل إيه؟ عمل سيدنا داود كان إيه؟ راعي، إيه؟ مش الراعي، الرعم؟ لا الراعي لا تقريبا الحدادة. أيوة كان حداد. أحسنتم. طب ما أنتوا عندكم تقريبا يعني تانية إعدادي وأرسلنا له عينا قطر. انتوا عندكم الجزئية دي تقريبا الآية دي لا مش دي، احنا اللي خدناها هي بتاعت سيدة داود، كان في العربي السنة اللي فاتت في أولى إعدادي. يقول إعدادي؟ لو ما كان بيعمل الدروع، كان أي كان بيعمل الدروع بيبيعها وكده. اه العمل حياة صح اهو، انا معايا كتاب اصلا جنبي بتاع أولى إعدادي خلاص العمل افتكرت حياة. الآية دي، كانت اللي وليس خدناها السنة الإنسان اللي فاتت. ايوه يا يجي الأول معه والطير. سيدنا داود كان بيشتغل ايه؟ ها حداد. هو كان حداد ربنا كان سبحانه بيعمل وتعالى الدروع، كان بيعمل وقال الدروع عن بيبيعها. الحديد، كان الحديد في ايده لين هين كان بيصنع منه الدروع بتاعت الحرب. الله يفتح عليكم. فالله سبحانه وتعالى يحب المسلم الذي يسعى على رزقه ويعتمد على نفسه ولا يتواكل على الآخرين فيعيش عزيزا. فقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعملون ويكدون عشان يحصلوا على ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة. أشهر الأنبياء سيدنا داود اللي كان بيعمل من عمل إيه؟ يده. وهنا سألت إحدى الطالبات: ما أشهر الأعمال أو المهن التي قام بها الأنبياء؟ ساعتها أجابت المعلمة وقالت: أكثر المهن شيوعا بين الأنبياء جميعهم رعي الغنم. يعني مفيش نبي جه إلا ورعى الغنم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وراعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم. فقال: نعم، كنت أرعاها على فراريط لأهل مكة. يعني كان بياخد فلوس بسيطة جدا لأهل مكة وكان ياخد الغنم ويرعاها. موضوع رعي الغنم ده مش سهل خالص، ولا فيه يعني مش صعب، صعب جدا، لأن هو لازم يكون محذر، يكون رقيب، واخد باله من الغنمات، عنده ذكاء، عنده صبر كبير على طول النهار قبل ما بيعملش حاجة غير بس إن هو يبص على الغنم وخلاص. موضوع صعب جدا، فيعني لازم يتعلم حاجات كتير جدا. بس رعي الغنم بيمهد له حاجة جميلة أوي، بيخليه يتأمل في تدبير وصنع الله سبحانه وتعالى طول النهار، فبالتالي بيزيد الإيمان جوه قلبه. فعلى الإنسان أن يعمل ولا يستقل عمله أو يحقره، يعني ما يقلش من شغله اللي هو بيشتغله ده. أنا شغلي ما بعملش حاجة خالص، لا، كل الأعمال العظيمة طالما أنها طيبة ونافعة، أي عمل في الدنيا طيب ونافع فهو عمل إيه؟ عظيم. وده الفرق بقى بين الإنسان المؤمن وبين اللي بياخد بالأسباب وبيعمل وبين الإنسان المتواكل على غيره. ساعتها ربنا بيغضب منه وينفر منه الناس، يعني ما معكش 50 جنيه، ما معكش 100 جنيه، طب ما تشتغل. هبقى اشتغل ان شاء الله. طب يا ابني ليه تعمل كده؟ اهو عايز يتوكل ياخد من الناس وخلاص.
هو ده كده مش بياخد بالاسباب، لكن لما اخد بالاسباب واتعب ساعتها بقى ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قمة العدل والرحمة. يعني أنت تعبت وشقيت واشتغلت ورحت وجيت وعملت وكونت فلوس، جيني ورا جيني ورا جيني عشان أبني بيت عشان أقدر أعيش فيها، بتاعت ربنا وعارف حقوق ربنا عليا. ربنا قال إيه؟ فلنحيينهم. والفي دي فيه سرعة، يعني أنا عملت صالحة من ذكر أو أنثى وأنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ده الشرط، شرط الإيمان. هو عشان كده قال إيه؟ من عمل عملا صالحا من ذكر أو إيه؟ أو أنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ما هو مش أي عمل من ذكر أو أنثى، والأنثى كمان أهو عشان يقول لك إن عمل المرأة، هو حتى لو أنت عملت عمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأنت مؤمنة بالله فلنحيينهم. فيه السرعة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا المؤمن مكافأة الاستمتاع بثمار الحياة الطيبة. تخيل أنت مثلا اشتغلت طول السنة وشقيت أوي 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 وتعبت بقى وخلاص، يا جاي يوم أجازة أو يومين أو كام يوم أجازة، ومثلا ربنا رزقك كده وبقيت راجل كده بقى ما شاء الله وعندك أسرة وأطفال، وخدت مراتك وزوجتك وأولادك كده ورحت مثلا إيه مصيف، أو رحت مكان كده يكون خاص بيكم واستمتعتم بالمكان ده، جريت ولعبت مع أولادك ونطيت في البحر وبلبطت وعملت كل ده وروحت بيتك وكملت شغلك، هل أنت اللحظات السعيدة اللي أنت عشتها كده وأنت منطلق في الطبيعة مع أولادك، هل ده مش دي مكافأة من ربنا ليك؟ هي دي الحياة الطيبة، هي دي الحياة الطيبة. ولسه كمان في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى هيحيينا حياة طيبة إن شاء الله عندي ويجزينا سؤال، بإذن الله. نعم يا ابني. هي في الجنة أي حاجة حرام في الأرض تبقى حلال في الجنة؟ لا يا ابني مش أي حاجة حرام، بس إيه الجزئية دي مش حلوة. طب ما شرك ربنا حرام، نشرك بربنا في الجنة؟ لا ما أقصدش كده، أقصد يعني قصدك يعني مثلا خمر، الخمر ده حرام في الدنيا طبعا صح؟ هينفع في الدنيا مثلا في الآخرة نشرب خمرة؟ اه في خمرة، مش هقول لك مفيش، بس مش الخمرة اللي تذهب العقل. الخمرة في الدنيا بتذهب العقل، يعني جاء واحد مثلا ايه قال لي واحد انت قدامك كذا حاجة، ثانية واحدة معلش خليكم معايا ثانية واحدة ولا ثواني. هو بس مرشح للكرة الذهبية؟ ها؟ ايوه معاكم معلش، بس ماما كانت بتكلمني على حاجه. بنقول هنا واحد قال لي ايه الانسان انت قدامك 3 حاجات يا اما هقتلك، ايه هما؟ قدامك يا تشرب خمره، يا اعوذ بالله تقتل طفل صغير، يا تعمل عمل وحش مع امراه، ولو ما عملتش اي حاجه من دول انا هقتلك. فقال ايه؟ ايه يعني اقل حاجه ممكن هقتل عيل هعمل حاجه وحشه؟ هشرب خمر. اهو حاجه بسيطه، شرب الخمرة عمل الحاجتين التانيين من دون وعي. طب ليه؟ لأن الخمرة أعوذ بالله بتذهب العقل، إنما في الجنة في أنهار من خمر، ولكن خمرة الجنة عشان المسلمين زمان كانوا بيشربوا الخمرة دي زي المية زي الحاجة الساقعة، فكانوا لما أسلموا دخلوا الإسلام فأهركوا الحاجات دي ورموها. طب الحاجات دي كلها ربنا بيعوضهم بعد كده إيه؟ في الجنة بإن هم هيشربوا الخمر دي، ولكن لا تذهب إيه؟ لا تذهب عقلهم عما حولهم من نعيم الجنة. لكن مش كل حاجة حرام ربنا هيخليها في الجنة حلال، لأ، أو يعملها في الجنة، لأ. تمام نكمل.
فهنا قلنا ما بعث الله نبيا الا وراع الغنم، وعرفنا ان الانسان اللي يعمل عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن ربنا يحيي حياه طيبه. هذا المؤمن مكافاته الاستمتاع بثمار الحياه الدنيا الطيبه، يعني مكافاه الانسان انه يستمتع بثمار الحياه الطيبه خيرا ونصرا وقوه وتمكينا في الارض وقياده له وله في الاخره كمان جنات وعيون ومقام كريم عند الله. سألت بنت اسمها سحر وقالت طب أنا لما أنسى مفهوم العبادة في الإسلام وعدم إتقان العمل زي ما قرر القرآن والسنة، ونسيان كمان إن الأرض مخلوقة للناس ليعملوا بيها على تعميرها وزيادتها، كل ده خلى الشعوب الإسلامية بقت شعوب مستهلكة مجرد بس إن هم ياخدوا خلاص. قالت لها حقا ما تقولين، عشان كده لابد للمسلمين إن هم يعملوا عشان يحققوا وجودهم على هذه الأرض وترجع السيادة ليهم تاني والرفعة، مصداقا لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني الله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا، سبحانه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وربنا هيمكنن لهم دينهم يجعلهم خلفاء يعني ايه متصرفين في الارض تصرف الملوك اكنهم ايه اكنهم ملوك في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم تمام ويبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سبحانه، لكن من كفر بعد ذلك فاولئك هم الايه الفاسقون. درس جميل جميل جميل. طبعا كنا يعني أنا كنت عايزة منكم درس رائع رائع رائع. يلا بينا نكمل. عندي تدريبات الكتاب المدرسي بيقول لك متى يكون الإنسان عابدا لله، عندما يكون العبادة دي في كل شؤون إيه حياته. طب يلا بينا يا عبد الله سامعني، يلا بينا. العبادة صح ولا غلط؟ العبادة هي اتباع منهج الله وحده في كل أمور الدنيا صح ولا غلط؟ صح. تمام يلا بينا يا آدم. ألو يا دودو، بيقول لي كل عمل فاسد يتركه الإنسان تقربا لله فهو عبادة، يعني أي حاجة وحشة الإنسان بيسيبها ما يعملهاش ده كده تقربا لله ده عبادة صح ولا غلط؟ يا حرام المحشي، ها صح ولا غلط؟ حضرتك بس ممكن تقولي كده عشان ما سمعتش. بيقول لك كل عمل فاسد يتركه الإنسان تقربا لله فهو عبادة. ها يعني. صح برافو عليك. يلا يا بتول حضرتك توتي، يلا يا توتي. بيقولك المكافأة لغير المؤمنين تكون في الدنيا والآخرة، ها ايه ميس؟ المكافأة لغير المؤمنين تكون في الدنيا والآخرة، لا، ها لغير المؤمنين في الدنيا بس، لكن في الآخرة بيتعاقبوا اللي هم. برافو عليك يا روح، أحسنت ممتاز يا توتي. يلا آية. نعم يمس. أيوة أنعم الله عليك يا بنتي. بيقول لك الله يكافئ المؤمن في الدنيا والآخرة صح ولا صح غلط؟ ها صح ولا غلط؟ صح يا بنتي ربنا يخليك. طب يلا يا ملك يا لوكي. ألو بس ايوه يا نور عيني، الله الصوره جميله قوي اللي انت حطاها دي يا لوكي جميله خالص. بيقول لك ايه كل شعور طيب بالخير نحو الاخرين ده ايه؟
ها احنا لسه كنا بنتكلم عنه. كل شعور طيب نحو الآخر. مش مستني مش مستني هيا ملك، كده بس عبادة عشان ولا ما سمعتش عبادة؟ بس. كل شعور طيب للآخر، بالخير نحو الآخرين، عبادة ولا لأ؟ بيبقى عبادة. بس الإجابة بتاعتها كل شعور طيب للخير نحو الآخرين، دي إيه؟ دي عبادة. طيب يلا بينا يا محمد علاء. السلام عليكم يا محمد. أمس أيوة نورعين. بيقول لي الكافر ينال جزاء عمله فين؟ ها، في الدنيا الدنيا ولا في الدنيا والآخرة ولا في الآخرة؟ الدنيا في الدنيا. ازاي يا مش في الدنيا تمام يلا سيف. مش ازاي في الدنيا يلاقي عمله في الدنيا بس، اللي هو مثلا عمل عمل خير، عمل أي حاجة كويسة بياخدها في الدنيا. بيلاقي كل عمله في الدنيا. يلا يا سيد معايا. معاك بيقول لي إذا أحسن الكافر الأخذ بالأسباب، واتسق مع السنن الكونية التي فطر الله الناس عليها، ياخد جزاؤه في الدنيا ولا الآخرة؟ نفس السؤال بس المرة دي مع إيه؟ مع شوية حاجات إضافات كده. بس في الدنيا في الدنيا بس. الله يفتح عليك. نيجي لمين؟ لتيم. يلا يا تيم، السلام عليكم. السلام عليكم موسى. إزاي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي. إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ الإنسان المؤمن في الدنيا؟ بيكافئه إزاي؟ في الدنيا مش ولا في الآخرة؟ في الدنيا. إزاي ربنا بيكافئ الإنسان المؤمن؟ إن ربنا مش الآية كانت بتقول إيه؟ ممكن عامل صالحة من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه؟ ها؟ إيه؟ فلينه إيه؟ هو مش هو هيكافئه بحسناته، كمان هيكافئه آه. مثلا أنا كان لسه كنت بقولها والآية عندك، ارجع هاتها، ارجع هات الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه الآية اللي بعدها؟ إيه الكلمة اللي بعدها؟ فنحيينه إيه؟ ها؟ اقرأ الآية. فنحيينه حياة لا، طيبة فلنحيينه حياة طيبة. طيبة أيوه، هي دي مكافأة مين؟ مكافأة الإنسان المؤمن وكافة فين؟ الاجتماع في في الدنيا. الإجابة. إن ربنا سبحانه وتعالى الإجابة بتاعتها أن الله سبحانه وتعالى يحيي حياة طيبة ويبدلهم، أو مثلا ربنا سبحانه وتعالى ويجزيهم خير ما عملوا من عمل في الدنيا والآخرة. يعني بيتمتعوا كل ما تقع الحياة براحتهم خالص خالص، بالعكس ده ربنا كمان بيزيد بيديهم أكتر وأكتر في الدنيا وفي الآخرة. جميل؟ طيب نجيب سؤال كمان. مين ما سألش كده؟ كنا سألنا الحمد لله. ماشي يا حبيب قلبي، كنا قلنا هنسمع بقية السورة أو بقية الآيات، بس هو خلاص فاضل لك جزئية بسيطة بس من الحصة. طيب هنوقع، نتوقف لغاية كده إن شاء الله. إحنا كده النهاردة الدرس بتاعنا الدرس التالت، ثمرة عبادة الله. عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى الإنسان اللي بيعمل عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى بيحيي حياة طيبة، أما غير المؤمن ملوش حاجة عند ربنا في الآخرة، ليه بس مكافأته في الدنيا اللي هو عايزها ياخدها أما ياخد بالأسباب، أما في الآخرة ملهوش إيه؟ ملهوش أي حاجة في الآخرة. عندي حديث مهم جدا لازم نحفظه. من أكل الله أحدا طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. والحديث الثاني، ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعندي الآية الثانية المهمة أوي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإجابة فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم، نشوفكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله الحصة الجاية أولادي نسمع بإذن الله الجزئية بتاعتنا.
ان شاء الله الواجب بتاعنا تدريبات الكتاب المدرسي. يا بتول يس. بتول سامعاني، اه تدريبات الكتاب المقرر اللي هو كتاب المدرسي يعني، صوريها كده وابعتيها لنا روحي على الجروب بتاع الواجبات. ميس دلوقتي الكتاب المدرسي ولا كتاب الأطواء؟ لا كتاب مدرسي، وابعتيها لنا على ان شاء الله على الجروب الواجبات. تمام. ربنا يرضى عليك. شكرا يا بتول، ربنا يرضى عليك. استودعكم الله حبيب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.